سلام المسيح. مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. كل سنة وانتم طيبين. احنا بنحتفل الأيام دي بعيد الميلاد المجيد. بصلي ان تكون بشارة المسيح هي الخبر السار اللي لا يفارق قلوبكم ويغير حياتكم كل يوم لمعرفة مقدار محبته ليكم وإحساناته الكثيرة علينا وعليكم. الكتاب بيقول لأنه من إحسانات الرب علينا أننا لم نفنى لكن وهبنا حياة فيه. فأنا بشكر الرب جدا على إحساناته علينا وعليكم، وبصلي عام جديد مليان بمعرفة الله وقرب الله منكم ومن عائلتكم. شكرا ليك يا رب لأنك تحيطنا برحماتك، شكرا ليك أنك معانا دائما ولا تتركنا. أنا بصلي يا رب أنه الحلقة دي النهاردة تكون بداية جديدة لكل المشاهدين وضعفي أنا أيضا يا رب في معرفة مقدار عظمتك ووجودك في حياتنا وتقدير قيمة الوقت اللي بنقضيه معاك يا رب. ليك كل المجد، أمين. أحبائي، حلقة النهاردة هي بعنوان علمنا إحصاء أيامنا، وهي الآية 12 من مزمور 90. المزمور ده مزمور مهم وقريب من قلبي جدا، وكان من الواضح ان انا لازم اعمل الحلقة دي كمقدمة للحلقة اللي جاية. الموضوع مختلف خالص هحكي لكم عنه بعدين، لكن دلوقتي في اول الحلقة عايزاكم تركزوا في معنى يعني ايه نحصي ايامنا من منظور كاتب المزمور. مين مننا بيعد ايامه؟ يعني بتعد ايامك ازاي؟ بتعد ايامك بالايام اللي انت بتستمتع بيها والايام اللي انت بتستمتعش بيها؟ حد ممكن يكون بيعد ايامه بالطريقة دي؟ بتعد ايامك بالفايدة اللي بتقدمها لمجتمعك مثلا، او بالوقت اللي بتقضيه مع عيلتك، او بالوقت اللي بتقضيه مع ربنا؟ هل فكرة انه الله يعلمنا اننا نحصي ايامنا، نعدها، نعرف عددها، مش يعني انت مش بنتكلم مع ربنا نقول له احنا قضينا عدد ايام قد كده وفضلنا عندك كذا، محدش يعرف، مش كده، مش ده المقصود. لكن طلب انك تكون عارف ايامك بتقضيها في ايه. هل حد عمره عد عام كام يوم في الحياة عاشه؟ يمكن، بس ده هيكون نادر جدا جدا. احيانا بتمر علينا ايام ما نفتكرهاش خالص ولا نفتكر اللي حصل فيها، مش ده صحيح؟ احيانا كمان الايام دي بنبقى مش عايزين نفتكرها لانها تحمل الالم او الذنب او الخيانة او الاختيارات الخاطئة مثلا، او تأنيب الضمير لينا كل ما نفتكرها. كم مرة قلت انت وانا انا مش عايز افتكر بصراحة، دي كانت ايام صعبة، او دي كانت ايام صعبة قوي ربنا ما يعدهاش. الايام ليها مكان في حياتك لانها يعني اليوم ربنا مديهولك، انت كائن فيه، انت مهم فيه، انت عامل فيه، ولكن كثيرا ما لا ننظر لأيامنا وعمرنا بهذه الطريقة. ممكن مثلا واحد يقول أنا مش عارف أنا عملت إيه امبارح، مش ده معروف؟ دايما نقول كده. أو تيجي إن آخر النهار وتقول هو اليوم ضاع إزاي؟ أنا ما حسيتش باليوم، اليوم راح مني. ودي كلمة مهمة، ولأننا في آخر العام بنقول كده السنة عدت بسرعة، لكن المهم عدت إزاي؟ ده السؤال. أنا ممكن أفهم كل الأمثلة اللي أنا ذكرتها لكم دي لأنه أنا نفسي مريت بيها، أنا نفسي عشتها في أيام كتيرة، في سنين كتيرة، في ظروف صعبة في حياتي. أنا كمان قلت كده، أنا يعني هدف حلقة النهاردة إن الله عايز يعلمنا طريق جديد، طريق للنور، يغير منظورك للحياة وبتعيشها إزاي، يرفع عينك عند حالة الأرضيات والظروف والاقتصاد واللي معانا واللي ما معناش والاضطهاد وعدم الاضطهاد والكلام ده كله، إلى
عظمة ما هو مع الله في السماويات، لأننا كمؤمنين شركاء مع الله، ربنا عملنا شركاء معه، ونحن لا نستخدم ولا نفهم عظم هذه العطية في حياتنا. فيومك عطية وسنتك عطية لما تستخدمها مع المسيح. فربنا يرفع عينينا النهاردة عن الأرضيات إلى عظمة ما هو مع الله في السماويات، من المنظور الوقتي إلى الأبدي، من أن تعيش بفكر وقلب وإرادة الله أم إنك بتقود الحياة لوحدك. مزمور 90 بيمثل الفكرة دي، ولو قصة وخلفية مهمة حابة أن أنا أشاركها معاكم علشان تكون مثل وتشجيع لينا للي ممكن يكون من علاقتك بالمسيح وحياتك معاه. إيه الأفق اللي أنت لم تصل ليها في عمق علاقتك بالله؟ الله عايزك تعمق علاقتك بيه، عايزك تعرفه أكتر، عايزك تحبه أكتر، عايزك تقترب منه أكتر، لأنه عنده كل هذا لك، ولأنه يستمتع أن يغدق عليك كابن أو كابنة. معلش سامحوني صوتي تعبان، نهاية السنة برد كالعادة. خليني قبل ما أبتدي في الشرح حابة أنبهكم لشيء مهم، يعني وانت بتسمع وانت بتسمعي لو سمحتوا لا تكون سلبي في العلاقة مع الله لأي سبب. اللي أنا بقوله ده النهاردة اللي هنتكلم فيه عن مزمور 90 مش عشان تسمعه وتخزنه، ده عشان تسمعه ويدخل قلبك وتستخدمه في حياتك أمام الله. الله عنده كنوز روحية كثيرة لينا إحنا لا نلمسها. وأنا بفكر في الفكرة حسيت إنه ساعات إحنا بنقف قدام ربنا وكأننا قاعدين بنسمع كده وواقفين في طابور انتظار، منتظر إن الله يسمع صوتك أو يشوفك أو يسمع صوتك أو يشوفك. ربنا ما عندوش طوابير، ما عندوش طوابير انتظار لأي حد، بل هو حاضر دائما معك بصورة شخصية وبصورة مباشرة، لأن الله يستطيع أنه يتعامل مع كل واحد الأزلي الأبدي اللي لا ليس له بداية ولا نهاية. ده بيقدر يشوفنا كل واحد بصورة شخصية في وقتك في وقت احتياجك. فانتبه وكون إيجابي في سؤالك وتغييرك وطلباتك وصلاتك، وكون عملي في اللي هتغيره النهاردة في حياتك واللي هتطلب من ربنا المعونة فيه، لأن ده يبهج قلب الله. خليني بقى أرجع لمزمور 90. اللي أنا قلته ده كله عمله كاتب مزمور 90. كاتب مزمور 90 هو موسى النبي، و في مقدمة المزمور، خلينا نشوف بداية المزمور السلايد اللي جاي، الرب موسى بيتكلم، لكن قبل كلامه في المقدمة يقدم المزمور على انه صلاة لموسى رجل الله، وبيقول موسى: يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل ان تولد الجبال او بدأت الأرض والمسكونة، منذ الأبد إلى منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. موسى من أروع وأهم شخصيات الكتاب المقدس. تخيل كده حياته، راجل عاش في قصر فرعون، عرف حياة المصريين، ربنا دعاه، عاش في مع شعبه، قاد شعبه، تعامل مع دعوة الله لي بصورة عجيبة. هل ممكن انك تتخيل الحياة اللي عاشها؟ ربنا يقول له شيل العصاية الحية، هتبقى عصاية، شيل الحية والعصاية بتاعته دي هي يعني شقة البحر الأحمر.
الضربات اللي جت على مصر، إنقاذ الشعب بالطريقة العجيبة دي، وجود الله في وسط الشعب في عمود نار وغيمة أو سحاب يظللهم، الأكل اللي كان بيأكله لهم 40 سنة في البرية من المعجزات والإخفاقات. تخيل حياته، رجل رأى مجد الله وتكلم معاه وأطاع إرشاداته وأوامره، لكنه لم يكن بلا ألم ولا خطية. في المزمور ده هنشوف إزاي ده حصل. في واعظ مشهور اسمه تشارلز سبيرجن، وده يعني مشهور جدا في الغرب، قضى عمره في دراسة الكلمة وتعلمها. قال كده عن المزمور ده عن موسى، قال: موسى كان رجل الله بصورة عجيبة، فقد كان مختار من الله، موحى له من الله، مكرم من الله، وأمين مع الله فيما أمنوا عليه، وحقيقة استحق أن يدعى رجل الله. محدش ممكن يختلف على ده، ولكن يعني نفسي لما النهاردة نكون بنتكلم عن رجل الله استخدمه وإدى حياته لله، شوفي نفسك وشوف نفسك بنفس الطريقة. الله يستطيع أن يستخدمك ويستخدمك كما استخدم موسى وهارون ومريم والكثير من رجال ونساء الله الأتقياء. أوكي؟ المهم أن احنا كمان النهاردة وإحنا بنقدم المزمور نعرف ليه المزمور في يعني موسى بيتكلم عن، تحس انه كان مكتئب وهو بيكتب بعض الامور، مواجه بنفسه في يمكن اخفاقاته الشخصيه او الامه مع الشعب، فكان في كتير من الالم في المزمور. لكن المفسرين بيقولوا انه كتابه هذا المزمور في الوقت ده، نقدر نرجع لسفر العدد 20، هتلاقي فيه انه في نفس الوقت ده كانت ماتت مريم اخته، مريم النبيه، وايضا اخوه هارون ومعينه ويده اليمنى في كل شيء، وايضا الشعب كان مازال في البريه، وحصل ان موسى خالف ارشادات الرب في هذا الوقت. كل ده موجود في سفر العدد 20. وضرب الصخرة بدل من أن يكلمها كما أمر الرب لتخرج مياه للشعب. الرب قال له خد أخوك هارون وروح كلم الصخرة دي، والصخرة دي هتخرج مياه للشعب المتذمر الغضبان اللي واقف يدمدم ويطالب موسى أنت خرجتنا إزاي، يعني القصة المتكررة لهذا الشعب اللي دائما اعترض ونسي اللي ربنا عمله عشان ينقذه. دي مش قصة شعب إسرائيل لوحده، دي قصتنا كلنا. وقت الألم ما بنفتكرش الحلو وما بننتظرش الحلو، وقت الجوع أو الإخفاق أو الحاجات اللي بتخرج عن توقعاتنا، ما بيبقاش عندنا فهم ولا رحمة ولا نذكر ما صنع الرب أو ما صنع هذا الشخص اللي انت بتلومه. فلما موسى راح علشان يكلم الصخرة كان غضبان لأن الشعب بيدمدم، والرب عاقبه بهذا على هذا الأمر بأنه لن يدخل أرض الموعد. تصرف موسى كان نتيجة غضب شخصي ومعاناته مع شعب عنيد زينا كلنا. زي ما قلت كلنا بننسى إحسانات الرب ونتذمر لما يضيق علينا الحال، بنبقى ناسيين انه امبارح كنا مستمتعين برعايته. لما حد يموت لنا، لما حد يوجعنا، ننسى اننا امبارح كنا تحت حمايته وفرحانين بيه. لازم نقول ايه ليه كده بس يا رب، هو انا عملت ايه النهارده؟ او انا عملت ايه عموما؟ انت مش شايف حالي، ونلوم الرب. وده موسى لم يلوم الرب، ولكن موسى عمل حاجة تانية. احنا عندنا جراءة اكتر. اسمع اليوم كثيرا من الناس يلوموا ربنا، ربنا اللي عمل فينا كده، وانت ليه عمل فينا كده، وازاي رب تسمح بكده،
والكلام ده كله. حاشا أن ننسب إلى الرب جهالة. اوعى تكون من اللي بيلوموا ربنا، لأنه لا نلوم إلا أنفسنا دايما. اوكي، احنا ممكن نغضب ونلوم الغير. مثلا موسى وقع في نفس خطية شعبه فخسر، لأنه غضب وغضبه لم يكن غضب من أجل الله مثلا، لا كان غاضب لنفسه فنسي نفسه، وأيضا لأنه ضرب الصخرة بالعصاية. فيعني الله كان عايز أنه يكلم الصخرة فالناس تشوف أنه ده من عند ربنا، لأنه موسى مش ساحر، هو مقود بروح الله وهم عارفين كده، لكنه خالف ده وعملها بطريقته هو لأنه غضب. مع ده موسى بيبتدي المزمور بتاعه بالشهادة لمعونة الرب ورعايته لشعب إسرائيل من جيل لجيل، اللي هي يعني بيقول يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور من جيل لجيل. وبيقول كده انه من قبل ما تولد الرجال او الجبال او ابتدت أو الارض خلقت، انت الموجود انت كنت بترعانا، احنا في ذهنك، انت يا من هو من الازل الى الابد ترعانا ملجأنا. يحدد انه انا ارى عظمة عمل الرب. عندما وجه موسى بخطيته واخفاقه تذكر معونته الوحيدة من الله الذي هو من الازل الى الابد. عايز اقول حاجة على حتة انت ملجأ لنا، لانه الله دائما يذكر كملجأ في الكتاب المقدس لنا. لكن وانا يعني بفكر في الحته دي النهارده، انا قلت احنا فكرتنا عن الملجا تشوهت بسبب العالم اللي احنا فيه النهارده. الملجا ممكن ما يكونش حمايه كافيه. الناس اللي عايشين في العراء وعايشين في خيمه اوكي مثلا، ممكن يشوفوا الملجا بصوره مختلفه. لكن انا عايزه افهمك النهارده انه عندما يكون الله ملجاك، أنت في مصدر، في قلب مصدر كل معونة. أنت يا رب ملجأنا، غطانا، أنت حماية لينا، أنت يعني المكان اللي بنرتاح فيه، نشعر فيه بالسلام بالأمان. هذا هو الملجأ اللي بيتكلم عنه موسى. الله لنا ملجأ وقوة. من يلجأ لله ياخذ قوة. موسى بيمجد الرب، معترف انه من قبل كل شيء هذا الذي منذ الازل الى الابد احبنا. هل احنا عارفين ان احنا كل واحد مننا زينا زي موسى تماما؟ نقدر نوجه كلامنا وحديثنا وصلاتنا وقلبنا وطلباتنا واخفاقاتنا نضعها امام هذا الاله العظيم راعي شعبه، اللي رعى شعبه من جيل لجيل، يرعاك أيضا أنت وأهلك وعيالك من جيل لجيل. الكتاب بيعلمنا أنه الله بيقول أنه أمنته معانا لألف جيل لأبنائه. الوعد ده ليكوا، ما كانش بس لموسى وشعب إسرائيل. خلينا ندرك عظمة الرب ومقدار أنفسنا. نحن المصدرة وغير الموجود. عظمة الله نظرت إلينا وفتحت لنا المجال لأن نكون شركاء في المجد، مجد الله. ولكن ذلك لن يحدث إلا إذا كان مركز فكرك هو مجد الله. خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده. في الآيات اللي بعد كده موسى بيتكلم، الله بيقول له
رب انت بترجع الانسان الى الغبار وتقول ارجعوا يا بني ادم، لان 1000 سنة في عينيك مثل يوم امس بعدما عبر وكهزيع من الليل، جرفتهم كسنة يكونون بالغداء كعشب يزول، بالغداء فيزول عند المساء يجز فييبس. سوري. موسى بيقول له رب انت بترجع الانسان للتراب، ارجعوا هنا مش توبوا، يعني الرجوع هنا مش انك مثلا تواضعت الى درجة التوبة، ولكن الرجوع للتراب هو الموت اللي في يد الله وحده العارف عدد ايامك. بيقول لك انه بيقول له رب انت اللي بترجعنا للتراب، وبتقول لنا ارجعوا يا بني ادم للفكرة الاولانية خالص اللي هي انت من التراب والى التراب تعود. هي دي الحقيقة، اننا تراب والى التراب نعود. لكن كمان بيقول له رب انت 1000 سنة عندك يعني زي يوم واحد، في النهاية انت ترى كل شيء بمنظور اخر تماما بعيد عن فكرنا. علمنا ان نفهم من مفهومك، ان نرى من منظورك. اذا كان الله يرى 1000 سنة كيوم لانه ابدي، لانه ازلي، لانه غير محدود، نحن المحدودين لابد ان نفهم ان ثقتنا في لا محدودية الله تعطينا راحة وسلام، انه امين علينا، وانه يرانا دائما، وانه يعيننا دائما، لانه لا يتغير. اذا قال انا شايفك يبقى شايفك، اذا قال انا معاك يبقى معاك. عدد سنين الإنسان في النهاية، أنت وأنا زي عشب نبات أزهر طلع كبر نور حلو وبعدين دبل وبعدين اتقص وبعدين بقى في الريح خلاص. قارن ده بالله اللي هو مركز الكون السنين عنده بالعدد. احنا عشب يايبس، الله دائما موجود. موسى بكل يعني ما كان يقول، بيقول احنا كشعب يايبس ويموت، ده واقعنا، ده واقعنا. شاف قد ايه موسى من الاجيال بتموت، 40 سنة في البرية، وشاف اهله بيموت وعارف ان هو كمان هيموت، ولكن كان عارف انه في كل ده شاف الصالح وشاف الطالح، شاف اللي نجح وشاف اللي اخفق، شاف اخفاقاته وشاف نجاحاته هو شخصيا، ولكن في النهاية كان يعطي المجد لله. احنا بننظر النهاردة لعام مضى، سنة خلصت، عيد جاي وسنة خلصت، لكن هل ننظر لعمر مضى؟ السؤال، انت ضيعت عمرك في ايه؟ وانت ضيعت عمرك في ايه؟ اللي بيسمعوني النهاردة من احبائنا المسلمين، بشجعكم جدا النهاردة انكم تكونوا مصرين انكم تعرفوا الله الحقيقي، الله الغني في محبته، الله الصالح في قدرته، الله المحب لأبنائه، الله مخلص شعبه اللي اسمه يسوع. في الحلقة اللي جاية هكلمكم عن لماذا يسوع وليس محمد، علشان تبقى عارف ليه يسوع المسيح، كيف يخلصك يسوع المسيح، ايه امكانيات يسوع المسيح علشان يكون هو المخلص والفادي اللي يغير حياتك تغيير حقيقي، ولماذا ليس هو محمد. فتوقف اليوم وانظر للعام الماضي كله وقول له يا رب احنا افنينا انفسنا، زي ما هنشوف في بقيه الايات. شوف الايات اللي جايه وموسى بيكلم الرب بيقول له
لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا. من الطبيعي أنه عندما نخطئ والله يغضب نرتعب. وحقيقة موسى شاف قد إيه عندما أخطأ الشعب ضربوا، ماتوا كتير منهم، مات، حرموا من أشياء كتيرة، فنتيجة عملهم. وخطايانا تغضب وتضايق الرب طبعا، لأنها تفصلنا عن، عارفين النقطة دي مهمة قوي لو قدرت تفهمها، مش ربنا زعل عشان انت غلطان، ربنا بيغضب لأن الخطية بتبعدك عنه، لأنه بتفصلك عنه، بتاخدك خطوات وخطوات وخطوات إلى الطريق الآخر بعيدا عن الله. مين مننا يقدر يشوف أولاده بيروحوا في الخطأ؟ واحد مثلا ابنه بيشرب مخدرات، شايف ابنك بيشرب مخدرات كل يوم بتزعقله ليه؟ بتغضب منه ليه؟ لأنه حيفنى، ولأنك هتفقده، ولأنه هيفقدك. أوكي؟ فموسى هنا بيقول خطايانا هي اللي أفنتنا. قد جعلت أثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك، لأنك ترى كل شيء يا رب، لأن كل أيامنا قد انقضت بركزك. أفنينا إحنا أفنينا سنيننا، إحنا رب اللي أفنينا سنيننا بإيدينا يا رب. وبيبص بقى للي إحنا لازم ننظر له النهاردة من موقف موسى، قال يا رب هو سنين، عدد سنين الأيام إيه؟ 70-80. موسى مات وهو عنده 120 سنة. ولكنها بيقول كده لأنها تقرض سريعا فنطير، سننا مهما كانت هتخلص وحنروح. من يعرف قوة غضبك وكخوفك سخطك؟ بيقول له رب يعني وإحنا بنواجه إن أيامنا بتروح وسننا بنروح، عارفين إننا إما حنواجه غضبك وحزنك علينا ونتيجة أعمالنا، أو نواجه مجدك محبتك غفرانك. وتذكر أنه قد إيه موسى وقف وشاف كل اللي حصل. كان ممكن يقول ده أنا عملت كتير قوي للشعب ده، ده أنا قدمت في خدمة ربنا حاجات كتير قوي، إيه يعني غلطة واحدة تخليني ما أدخلش أرض الموعد. ولكنه قال إحنا رب أفنينا أنفسنا. وبعدين عايزاك وإحنا وإنت بتشوف ده عن نفسك وعن نفسي، بقول له رب أنا أفنيت حاجات كتيرة، أنا بقول له كده رب أنا أفنيت حاجات كتيرة في حياتي، ولكن يا رب من إحسانات الرب علينا إننا لم نفنى. وموسى بيقول كده من إحساناتك يا رب هتشوف إننا لم نفنى. خلينا ناخد المكالمة اللي معانا الأخت فريال. أهلا يا فريال، إزايك؟ أهلا بك يا أخت أماني، سلام ونعمة المسيح معاك. سلام وبركة. وانتي طيبة حبيبة قلبي، وانتي بركة ونعمة فوق نعمة. وكل رب. كلمة وكل برنامج اللي تقدميه لمجد اسم يسوع. أمين. يتمجد اسمه بقدرته ويعطيك المج والنعمة باسم يسوع. شكرا. أخت أماني أنت الرب يباركي، راح توفين وتكفين عن الموضوع أنا عارفة، لكن الرب خلى على قلبي أنه حابة بس أشارك. فضلي. أنه في سفر العدد إصحاح 10 عدد 29 يقول الوحي الإلهي إننا راحلون إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم إياه، اذهب معنا. فإحنا لازم كل شخص يعرف ما مر السنوات اللي مرت والسنوات اللي جاية، يفكر بأنه إحنا رحلتنا في هذا العالم ليس هي من أرض إلى أرض، لكن رحلتنا هي من الأرض إلى السماء. أمين. إلى الحياة الأبدية بكفارة المسيح.
المسيح هو اللي يعطي الحياة الأبدية، لا محمد ولا غيره. وأنا منتظرة الأسبوع القادم باسم يسوع البرنامج اللي حضرتك تقدمي. أمين. أما عن الملجأ يا أخت أماني، فعلا في مزمور 50 عدد 15 يقول الوحي الإلهي: وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. أمين. يا ما حياتنا مرينا بضيقات. أنا لسه يا أختي العزيزة الغالية أماني، خلال 3 أيام إحنا كنا مرتين في مستشفى الطوارئ لزوجي، لكن الرب نشكره ونحمده، نصلي ومؤمنين بينه، هو اللي ينقذنا، هو اللي يخلصنا. وفعلا كانت كل الفحوصات وكل الأشياء اللي أجريت في مستشفى الطوارئ كانت سليمة 100%. نشكر هذا الإله العظيم، هو معانا دائما، بنصلي معانا دائما. أمين. شكرا. أمين. الرب يبارككم معانا. وأنا حابة أشهد، وكل مؤمن حقيقي يجب أن يشهد ويبشر ويخبر الآخرين عن هذا الإله العظيم الرائع. هللويا. القدوس اللي هو معنا في كل لحظة وكل ثانية إلى ما يأخذنا معانه، يجي وياخذ الكنيسة إلى الحياة الأبدية ويكون معانه إلى الأبد. أمين. وده اللي احنا منتظرين. الرب يحفظك وعلى العائلة الكريمة. شكرا حبيبتي، كل سنة وانتم طيبين. شكرا. وانت طيبة حضرتك، أشكرك. Thank you. طيب خلينا نشوف بقى السلايد اللي جاي، اللي هو يعني عنوان الحلقة. الآية 12 بيقول كده، موسى بيطلب من الرب: إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. فنؤتى قلب حكمة منين؟ من حكمة الرب. يعني زي ما سألتكم الأول، في حد عارف عدد أيام حياته كام؟ في الماضي ممكن، لكن في المستقبل لا. لازم أقف عن حتة المستقبل. في المستقبل ثقتك في الله تجعلك مطمئن انه الماضي مش هيقف في طريق مستقبلك. اللي غفر الماضي حتى ولو كان يعني مثلا احنا خرجنا من الاسلام ودخلنا المسيحية، هل الماضي ده يعني مش جزء من حياتنا؟ هو جزء من حياتنا ولكنه لا يعيقنا. اوكي. ولا نحمله في المستقبل إلا في الأمور التي تبارك عمل الله وتخدم عمل الله. فلما يكون ماضيك تقيل وفي خطايا كتير، ما تبصش للي فات، ولكن بص للمستقبل اللي من خلال المسيح، فتعرف إن عدد أيامك القادمة في المسيح حاجة تانية خالص. ولكن انت عايش ليه وانا عايشة ليه؟ عايز اشارك معاكم قصة عجيبة جدا. شفت انترفيو مع راجل غني جدا وذكي جدا في الاربعينات تقريبا، من عمره على ما اذكر يعني اواخر الاربعينات، ولكن شكله اصغر كتير، عضلات بقى ومفرود والجلد بيلمع والشعر تقيل، ويعني حاجة كده. ليه بقى؟ لأن الراجل ده كرس حياته لدراسة علمية تقنية محورها إزاي يرجع شبابه هو ونضارته هو وقوته هو، علشان عايز يكون زي ابنه اللي عمره 18 سنة، عايز يكون في شباب ابنه. الراجل ده بيعيش حياة غريبة جدا. الكمية الأعشاب والفيتامينات والمقويات والإنفيوجنز اللي بيحطها في جسمه حاجات غريبة جدا. بس عمل إيه بقى؟ عنده 30 طبيب وعالم وعالمة متخصصين فقط له هو، خاصين له هو، علشان يعملوا أبحاث ترجع شبابه وحيويته. بيدفع 2,000,000 جنيه في السنة بس لهذه الأبحاث علشان يعود بعمره للخلف. مش يعني بعد شوية هتتسخط وتبقى بيبي مثلا، مش هو ده الهدف.
هو عايز يحافظ على نفسه، عايز يكون دائما الأفضل، عايز يكون علشان يعمل كده بينام في وقت معين وبيقوم في وقت معين بالدقيقة بالثانية، بياخد العلاجات بتاعته بطريقة معينة، يعني بياكل، بيقولوا بياكل اعتقد 120 كالوري في اليوم، مش عارفه ازاي. اوكي، والاكل اللي بياكله عباره عن حاجات عضويه وحاجات فيها معظمها معموله من الخضروات وكده، ولكن يعني مثلا علبه قد كده ودي اكلته مثلا، وعايش حياته بيلعب رياضة بشكل غير عادي. يقولك انه الان قلبه قوي، بقى كأنه قلب ابنه اللي عنده 18 سنة. ليه ده كله؟ ليه؟ هو بيستثمر كل دقيقة في حياته عشان يحقق ده. في النهاية كل ده لنفسه فقط، وهو يعلم مع كل ده انه كل اللي بيعمله ده مؤقت. السؤال، هو عايز يرجع بعمره لورا عشان يطول عمره 100 سنة كمان، 200 سنة كمان؟ هل يعلم توقيت نهاية عمره؟ هل يستطيع انه يطيل عمره يوم؟ لا، هو ممكن يعيش حياة صحية بس يموت بسكتة قلبية او بضربة عربية او كده، لانه مازال عشب ينمو ويقطع ويبلى. يا رب احصاء ايامنا، ايامنا علمنا. موسى بعد ما عاش كل اللي عاشه، عرف الرب كما لم يعرفه احد منا، يبص لورا ويسأل ربنا ويقول له علمني ان احصي ايامي، استثمرها ليك، افهم قيمتها فيك. ليا وللشعب يا رب، علمني بعد كل السنين دي. موسى بيقول له كل يوم يا رب علمني علشان يكون عندي قلب حكمة اللي انت مصدرها، اللي هو قلبك انت، اللي يخليني اعيش بتركيز على انه كل لحظة في حياتي تكون ليك، علشان تكون حياتي كلها مركزة فيك. دي صلاة موسى، ودي صلاتي ليكم جميعا. من أعظم مشاكلنا النهاردة هو الوقت واستثماره، وإزاي بنستثمره. ودي من غلطاتي أنا كمان، من أخطائي الرهيبة، إني لا أستثمر وقتي زينا كلنا، بنتوه في حاجات، بنتشتت في حاجات، مش كده؟ تصور، يعني أنا انتبهت النهاردة تليفونك بيقول لك انت اديت وقت قد ايه بتستخدمه كل يوم، بتلعب لعبه، بتقرا حاجه، بتتفرج على فيديوهات، بيقول لك بالظبط انت قضيت 13 ساعه النهارده بتبص على التليفون. انا بصلي انه النهارده الروح القدس الساكن فيك وفيا يرشدك علشان يكون كل وقتك للرب، فتعد ايامك بوجوده فيها وتملكه للأيام دي. خلينا نكمل بقية المزمور. في السلايد اللي جاي موسى بيقول ارجع يا رب، ارجع يا رب حتى متى، حتى متى. كلنا بيقول يا رب لحد امتى، يا رب تعالى ساعدنا، مش كده؟ وتراقف على عبيدك، اشبعنا من رحمتك فنبتهج ونفرح كل أيامنا، فرحنا كالأيام التي فيها أزللتنا أو أزللتنا كسنين التي رأينا فيها شرم. حتة في الآية 3 كان موسى بيقول له يا رب أنت ترجع الإنسان إلى التراب، ودلوقتي في الآية 13 بيقول له تعالى يا رب أنت، احيينا يا رب أنت، اشبعنا من رحمتك أنت قبل ما نكون في التراب، فنبتهج ونفرح كل أيامنا، لأنك أنت المصدر، معاك أنت.
أحيانا يصمت الله ويتركنا نعيش نتائج خطايانا. لما بنقول لربنا حتى متى يا رب، حتى متى بتتركنا نعيش بهذه الطريقة، الله مش تاركك، هو صامت لأنك أنت مصر تعيش الحياة اللي أنت عايزها بفكرك أنت، بحزازياتك أنت، بغضبك أنت، بألمك أنت اللي بيمنعك، أو بجذور المرارة اللي بنسمح بيها في قلوبنا اللي بتمنعنا من أننا نرى ونسمع إرشادات الله. حتى متى كلمات تعب وألم، ويعني أنت ترجم ده في حياتك، أنت بتقول لربنا حتى متى؟ ليه؟ وقيس ده على اللي عمله ربنا في حياتك. شفتوا النهاردة الأخت في الريال بتقول رحنا والمستشفى ومش عارف إيه، وبعدين إحسانات الرب بقى، ربنا أنقذنا وربنا عمل وربنا. قيس على نفسك، قيسي على نفسك، اذكري محاسن إحسانات الرب في حياتك. اللي عاشه موسى كان فوق التصور من الـ يعني الخبرات وإحسانات الرب ليه ولشعبه، وكلنا كده. فموسى كان بيقول له رب شبعني بإحساناتك. خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده. بيقول دي بقى بقية الصلاة، بيقول له يا رب ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيهم. أمانتك يا رب اللي هي أنت قلت عليها من جيل لجيل من الأول اللي في أول آية، بيقول له يا رب ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيهم كما وعدت. أنا متعلق يا رب بوعودك، قول له كده النهاردة. الظروف صعبة، الحرب، الـ 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 الاقتصاد، الجوع، قلة الشغل، كتر العيال، مسك الخطية في الخطية اللي أنا متمسك بيها أو اللي أنت متمسكة بيها، كل ده يروح على جنب وتقول له يا رب أنا محتاج إحساناتك اليوم. في القداس الإلهي في الكنيسة الأرثوذكسية كنت دايما أحب قوي الحتة أما الشمامسة بيردوا يقولوا إيه، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. أنا مش فاكرة اللي قبلها إيه واللي بعدها إيه، لكن دي كانت دايما تلمس قلبي لإني عارفة خطاياي شكلها إيه أو أنا من غير المسيح إيه. فلما أقول له كرحمتك يا رب أنا متعلقة بيك، زي الست كده اللي مسكت هود بتوبه اللي الناس كلها عماله تقول لها ما تستحقيش ابعدي ما تلمسيش، لكن هو خرجت منه قوه ليعينها لانها كانت عارفه انها ما تستحقش، ومحبته رحمتها وشفتها. وموسى بيكمل ولتكن نعمه الرب الهنا علينا وعمل ايدينا ثبت علينا، عمل ايدينا ثبت علينا، بيقول كده للرب. خلي السلايد ده موجود، لا اللي قبله. عمل ايدينا ثبت علينا وعمل ايدينا ثبت، وبيكررها بيكررها. ما بتقف قدام الرب وتقول يا رب بارك عمل ايدينا اللي احنا بنعمله، انت بتطلب ليه بركه الرب على عمل ايديك؟ علشان تشبع عيالك، علشان تغطي احتياجات بيتك، ده نوع. والنوع اللي بيتكلم عليه المزمور ده في رأيي الشخصي حاجة تانية. أحيانا أما نيجي نصلي قبل وعظة أو بعد خدمة نقول يا رب ثبت كلماتك في قلوبنا، ثبت رسالتك في قلوبنا فتبقى مغيرة. فاللي أنا نفسي إن احنا نصلي النهاردة يا رب عمل ايدينا في خدمتك ثبته، عمل ايدينا في محبتك ثبته، لانه لمجد اسمك في النهايه، هو لمجد اسم الله علشان تظهر نعمتك لينا وللي حوالينا.
في الآية 17 خلاصة اللي أنا عايزة أقوله لكم النهاردة. عن الآية 17 كتب مفسر الكتاب الرائع ماكليرن هذه الكلمات عن مزمور 90، بيقول كده: مزمور 90 كتبه موسى هذا الرجل العظيم كاتب الناموس، اللي كانت مهمته الأولى أنه يكتب على قلوب الشعب أن أجرة الخطية موت. دي الرسالة، أن أجرة الخطية موت. الناموس أعطي لموسى حتى يرى ويعرف الشعب أنه عندما أخطئ قلبي هيقول لي أن في موت، لأن ده كانت البداية اللي خرجتنا من محضر الله، الخطية. والرب قال أجرة الخطية، أكلت موتا تموت، أخطأت موتا تموت. بيقول ماكليرن: لذلك موسيقى المزمور الحزينة، يقصد يعني الموسيقى الشعرية هنا في الكلمات دي، لأنها زي أغنية لله، ترنيمة لله. الموسيقى الحزينة أو الرتم الحزين في اللي بيقوله موسى في صلواته ده بيخلينا نفكر، بيتدبر ألف جيل مضى، بيفكر في ألف جيل مضى جيل بعد جيل، بينحدر بعيدا في ماضي مظلم بيغرقه كما تحت طوفان من الخطايا. فكرة إن الأيام الماضية ذهبت في خطايا كثيرة وإننا نواجه إله قدوس صالح خلت موسى يقع على ركبتيه أمام الله. ده كلام ماكليرن. عندما نرى الماضي اللي أنا كنت بقولك عليه، ما تبصش لماضيك وتقول أنا كل الذنوب دي وكل الخطايا دي، أقع على رجليك وأقول له يا رب علمني أن أحصي أيامي عشان يكون عندي قلب حلو. ماكليرن بيقول انه موسى وقع على ركبتيه ولم يجد ملجأ الا في هذه الصلوات لله اللي هو الملجأ الوحيد. من فكرة غضب الله وقدرته يعود موسى واحنا ايضا لنذكر رحماته وصبره وطول اناته معنا فنصلي فنشتاق اليه. هذا الاشتياق الذي يجب ان يشتعل في قلوبنا كلما أحبطتنا الحياة، عندما لا نجد ملجأ إلا هو، فرحنا وحزننا معه، رجاءنا فيه. الرجاء وخيبات الأمل في الحياة عندما ترفع إلى الله تكون كجناحين يحملوك إلى محضر الله. عايز أقول الجملة دي مرة تانية: كلنا بنمر بخيبة أمل وإحباطات ونجاحات، مش كده؟ لكن عندما يرتكز الأمر على علاقتك بالله اللي بتعينك في الطريق، اللي هي لازم تكون مركز ومقوم حياتك، خيبة الأمل ورفعة الله ما يقارنوش. ولكن لما تكون، لو كانت خيبة الأمل جناح وإحسانات الله اللي انت منتظرها جناح تاني، هيحملوك الاتنين إلى محضر الله. ودي لازم تكون طلبتنا. بيقول كده أيضا إنه ده كله يعتمد على ربطنا الأخلاقيات بالماديات والأبدية، ونفكر في نفوسنا البائدة من منظور الله الذي لا يتغير، ونقول ثبت عمل أيدينا الذي هو لك وفيك. لما بنربط أخلاقياتنا هنا في الأرض بمنظور الله في الأبدية، بتعليم الله، بقلب الله، يكون كل ما لنا هو لله، ونقول يا رب ثبت عمل أيدينا الذي هو لك وفيك. خليني أصلي زي ما صلى موسى،
وعندي آيتين ثلاثة بعد كده عايزة أشاركها معاكم. يا رب إحنا بنتقدم أمامك في آخر السنة. نعم يا رب لم نحصي أيامنا ولم نأبه لما على قلبك في الكثير من الأمور. نعم يا رب لم نعمل كثيرا. نعم يا رب لم نقدم إلا القليل أو لم نقدم. يا رب كل ما عندنا وما منا هو نفاية. ولكن يا رب إحنا أمامك، أنت إله المعجزات، أنت إله الفرص التانية والتالتة والرابعة، لأنك يا رب تبتهج بحضور أبنائك أمامك، تبتهج بتوبة أبنائك وعودتهم إليك. بصلي من أجل إخواتي النهاردة المحملين المثقلين بأتعاب كثيرة، من صاروا بعيدا عنك ومن يحتاجون إلى معرفتك. بصلي يا رب النهاردة أنه تكون إعلاناتك بحضورك في حياتهم واضحة، بغفرانك الشافي المليء بالسلام، كأنه الرب النهاردة عايز يغدق عليكم بسلامه، وكأنه يسكبوا على رؤوسكم اليوم سلام تشعر به وانت قاعد، تدهن بزيت الرب ونعمته الآن في اسم يسوع، تشعر به وانت تشعري به وانت في مكانك. الله حاضر في وسطكم، الله في وسط حياتكم، الله يقدم دائما إحساناته، نحن فقط نمد إيدينا ونفتح قلوبنا وناخد. خليني في الدقيقتين ثلاثة الأخرانيين هنا أركز على فكرة افتداء الوقت وتحذيرات الله لينا، لأنه الوقت مهم في حياتك، ولأنه السنة الجديدة عندك فرصة جديدة إنك تقدم لله أكثر وتعطي من يعني حياتك الشخصية للرب أكثر. خلينا نشوف الآية اللي جاية في أفسس 5 بيقول كده: لذلك يقول استيقظ أيها النائم. الحلقة دي النهاردة تحذير، توعية، صوت يوقظك. استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. يضيء لك المسيح. تعرفوا عندما يتكلم الكتاب عن الملجأ هو يشير إلى المسيح أيضا، الذي هو ملجأنا، معونتنا، غطاءنا، نورنا. ولكن استيقظ أيها النائم، ما تنامش في الطابور، ما تنامش في الصف، ما تنامش في الشغل. احنا في حالة اعداد لمجيء المسيح الثاني. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، كونوا مدققين في وقتكم، في افكاركم، في قلبكم، في محبتكم، في معرفتكم، في الوقت اللي بتقضيه في الكلمة، في تأملك، في صلاتك، في ركبك، في السرعة لانك تقول يا رب انا اسف، انا اسفة، سامحني يا رب، غيرني يا رب، وارمي ورا ظهرك وكمل في طريق الرب. فبيقول كده: انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. وهنا الحكمة اللي بنطلبها من ربنا، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. الغباء الروحي دي مش شتيمة، دي مصيبة، لأنه عندما لا نفهم قلب الله لنا هنروح في حتة تانية. فصلي يا رب وقول له، وأنا بقول معاكم يا رب، أي نقطة غباء روحي فيا يا رب شيلها، أنر قلبي بوجود روحك المتكلم العامل فيا المغير فيا. قول كده. بيقول: ولا تسكروا بالخمر التي فيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية، مترنمين مترتلين شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح، وخاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. عندما نعيش مع بعض وإحنا كإخوة نبني بعضنا البعض، نشجع بعضنا البعض، يكون الرب مركزنا، مش أنت لوحدك بس، ولكن أيضا انت ليك دور في بناء الجسد والجسد ليه دور في بنائك. خليني اشوف الايه اللي بعد كده، وهي كورنثوس الثانيه
فإذ نحن عاملون معه نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلا، لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص ليك. اليوم اللي بيسمعوني ولم يقبلوا المسيح بعد، ما تترددش، مش مهم تفهم كتير، لكن المهم تقبل المسيح في حياتك. والله يعلمك خطوة خطوة، لأنه هو ده الآن وقت المقبول. دي الآن دائم دائم وفرصة دائمة للكل. التفت إلى الرب وقول له رب أنا عايز أقبلك في حياتي، أنا عايز النهاردة يكون يوم خلاص. نشوف الآية اللي بعد كده في رومية 13، بيقول كده الكتاب: هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. مرة تانية النوم السبات الروحي اللي ياخدك إلى الظلمة، لما تتقفل عينيك ما بتشوفش حاجة إلا ظلمة، لكن ربنا عايزك تقوم من هذا النوم، لأنه خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. أنا مؤمنة بقالي فوق 40 سنة، لكن خلاصي في مجيء الرب وفي الحياة الأبدية التي أن أراها مرة أخرى أقرب الآن من ما كنا أو ما كان حين آمنا. أنت وأنا النهاردة طالبين أنه الله يقربنا منه. بيقول كده: قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر ولا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. الجسد في هذه الحالة يجب أن يكون مش في الحسابات ولكن الروح. أنا بصلي في آخر حلقة مباشرة بقدمها لكم السنة دي، إنه عينك تنتقل من على نفسك إلى المسيح، وإنه تعرف إنه الله هو معونتك في كل وقت، وإنه تعرف إنه أيامك على صغر سنك أو كبر سنك إحصائها يعلمك الحكمة. يعني تعرف إن الكل يوم عمل في حياتك وأنا أيضا، وإنه الوقت مقصر، وإننا في انتظار ملك الملوك. بصلي السنة الجديدة يكون ملك الملوك في وسطنا، فتنتهي الألام والحروب، وتنتهي الألام الجسدية لنعيش معاه في الفرح الأبدي. بشكركم، بصلي من أجلكم. كل سنة وانتم طيبين، ما تنسوش حلقة الأسبوع اللي جاي، وإلى اللقاء في حلقات قادمة.